السلام عليكم. في برامج ممكن كذا تعدي عليك مره تخش وتطلع وخلاص ما تهمك، والله في برامج لا لازم توقف عندها زي دولينجو. دولينجو تقدر تتعلم فيه اكثر من لغه، مش بس الانجليزيه، انجليزيه فرنسيه، تقريبا باللغه العربيه فيه اكثر من 6 لغات. البرنامج ايضا مجاني، ما في اي دعايات، وواجهته بسيطه جدا، يعني حتشوفه الان معك. حلو في البرنامج انه يخليك تتابع انجازاتك، فمثلا ممكن يقول لك والله انت حماسك اليوم اكثر، ممكن انت سويت دروس بعد الساعة 10 في الليل. ميزة مرة حلوة في البرنامج انك تقدر تعمل نادي وتضم اصدقائك وتعمله زي المسابقة او زي التحدي وتتابع كل يوم. الميزات جدا كثيرة بالذات هذه الأيام، ناس فاضيين ما عندهم شيء، الطلاب اتكلم مالكم مال المعلمين. لغة الإنجليزية كويسة مثلا ويدخل بالواجهة الإنجليزية حيلقى أنه عنده أكثر من 20 لغة، على عكس العربي اللي يمكن فيه 7 لغات تقريبا اللي الآن انتهوا منها. يعني إذا عندكم أي ملاحظة أحياكم على الخاص أو عندكم سرجون تيوب على اليوتيوب، والسلام عليكم.